السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ مثال آخر عن اللوبس. فليكن عندك أنت writing system، يعني نلاحظ أنه كثير من لما نعمل تطبيقات أو حتى في الأندرويد ستور أو بالأب ستور، تلاحظ أنه هذا التطبيق حصل على نجمة، نجمتين، ثلاث نجمات، أربع نجمات أو 5 star، خمس نجمات. أو حتى هذا ممكن أنه إحنا نعملها في الهوتيل، أوكي، برنامج الهوتيل، أنه في عندنا نريد نقيم الهوتيلات اللي موجودة في أي دولة كانت ونضع على الستارز. طبعا حتى نعمل هذا الشيء ممكن نستفاد من اللوبس. زين، خلونا نأخذ المثال. لاحظ هنا في هذا المثال أنا عندي function، هذا الفانكشن هو rating system، فيها init اللي هو rate num يأخذ العدد. خلونا نشوف الفانكشن. هذا الفانكشن بسيط جدا، أنه يعمل طبع digit للrate num، بمعنى أنه number قديش أنت تضعها حيطلع كرقم، يعني 1 نقطتين والrate num. هنا نلاحظ في عندنا loop، هذا loop هو init لما يكون i equal to 0، ومفروض يكون i هو أصغر من rate num اللي احنا نقوم بإدخاله، بمعنى أنه هو حيقف في في الريت نام نفسه. يعني لو وضعنا هنا 1 اللوب ينتهي بواحد، لو وضعنا 2 اللوب ينتهي ب2، لو وضعنا 3 اللوب ينتهي ب3. إذن هذا هنا عملنا الماكسيمم فاليو، عملناها كمتغير، بمعنى يعتمد على الإدخال المستخدم، كم مرة يعمل اللوب على أساس إدخالك أنت. في اللوب نفسها نلاحظ أنه بيعمل لك put char. put char الفكرة من عنده أنه لما يقوم بالعد ويضع القيمة، القيمة حتضع على شكل star. طبعا أنت ممكن تعملها بأي شكل آخر تريد تعملها، ممكن تعملها شكل زائد، ممكن تعملها شكل دولار، whatever كان. وهنا بعد ذلك يعمل لك new line. زين، خلونا نعمل run. طبعا هنا في المين احنا وضعنا أكثر من writing system، رايتنج سيستم لل1، رايتنج سيستم 2، رايتنج سيستم 3، 4، 5. اي بمعنى هنا حيكرر لوب مره واحده، مرتين، ثلاث مرات، اربع مرات، خمس مرات حيكرر الكود. خلينا نعمل ران. يس، لاحظ هنا الواحد نجمه، الاثنين نجمتين، ثلاثه ثلاث نجمات، اربعه اربع نجمات، خمسه خمس نجمات. بمعنى انه الفور حيبدي يعد القيمة اللي انت تدخلها اللي هو rate number 5. اذا حيقوم بتكرار النجمة 5 مرات، او 4 4 مرات، 3 3 مرات، وهكذا. نفس الوقت انت ممكن تعمل refactor لهذا الشيء. كيف اعمل refactor؟ لاحظ تعمل select لكل هذا، تعمل right click، refactor، extract a method او extract function، عفوا طبعا هذا من الجافا دا اخذ كثير. زين، extract a method، هذا الميثود خلي يكون مثلا rating nums. نقول له اوكي. لاحظ اذا اختصر المين، اختصرها في المين، وضع فقط function واحد void اللي هو rating num فقط. لاحظ اذا عمل لك function آخر هنا، هذا نعمل cut مثلا، نعملها enter here. إذا في حالة إذا أنا حبيت أزيد ان rating num، فلتكن مثلا rating num بهذا الشكل، فلتكن هنا 6 7 8، control alt للأسفل يكررها، أوكي، control alt للأسفل يكرر العملية، 9 10. وفي عندك ايضا لما تلاحظون انا بعمل كومنت، الكومنت تعمل سيلكت لمجموعه، تعمل كنترول تضيف الى الباك سبيس هذا الشكل، اوكي. مره اخرى تضغط على كنترول وتدوس على نفس الرمز حيلغي عندك الكومنت. زين، خلونا نعمل رن من جديد. يس، اها، الاحظ انه الرايتنج سيستم هذا الشكل صار. اذا من 6 قمنا باضافه للعشرة. اذا بيك حاله انت ممكن هذا الفانكشن هو خاص للتكرار، هذا الفانكشن للريت، اوكي، هذا يحتاج بيلد من جديد، اوكي اختفى. زين، وهذا انت عندك الرايتنج نامز.
إذا بهالشكل أنت ممكن تستفاد من اللوب بكثير أشياء، يعني ليس فقط الرايتنج سيستم، في كثير أشياء ممكن تستفاد من اللوبس. إذا إحنا نوصل لنهاية الدرس، نكمل معكم الدرس القادم. مع السلامة.